خبيرة تجميل شهيرة وبتشتغل مع كل نجمات الوطن العربي، بتتحاسب بالدولار وليها شروط خاصة في شغلها. أصالة أقرب صحابها، معلومات هتعرفها لأول مرة عن دينا راغب حبيبة أحمد سعد الجديدة اللي بيستعد عشان يتجوزها. بس السؤال، يا ترى ليه بيرفض يتكلم عنها وعايز علاقتهم تبقى في السر؟ وإيه رد فعل طليقته علياء بسيوني بعد ما انفصل عنها عشان حبيبته الجديدة؟ أحمد سعد رجع تاني يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن استعداده للجواز من جديد، واستغرب الجمهور سرعة أحمد سعد في نسيان طليقته وأم بناته علياء بسيوني واللي كانت منهارة وقت طلاقها منه، وحاولت بكل الطرق ترجع له وتحافظ على بيتها، لكن هو رفض وصمم على الانفصال وطلقها غيابي. وتفاجئ الجمهور بأن أحمد دخل في قصة حب جديدة بعد طلاقه بفترة بسيطة، لكن رفض يكشف اسمها وقال بس إنه عايش قصة حب جديدة وقريب هيعلن عن خطوبته. وفضل أحمد سعد مصمم على إخفاء حبيبته الجديدة لحد ما انتشرت له صور مع الفنانة حلا شيحة، ووقتها الناس قالت إن حلا هي حبيبة أحمد، لكن طلعت حلا بسرعة ونفت كل الأخبار دي وقالت إن أحمد صاحبها عادي ومفيش منهم أي علاقة ارتباط نهائياً، عشان يرجع المتابعين يحتاروا تاني. لكن المفاجأة إن في أشخاص قريبين منه قالوا إن حبيبة أحمد سعد هي خبيرة التجميل دينا راغب، واللي بتربطها علاقة قوية جداً بعدد كبير من النجمات في الوطن العربي، خصوصاً أصالة اللي بتظهر معاها كتير، وتقال إن أصالة هي سبب في إن أحمد يتعرف على دينا ويحبها، وبسببها طلق مراته علياء وصمم على الانفصال غصب عنها. دينا خبيرة التجميل بدأت حياتها من الصفر، كانت بنت عادية لكن كانت شغوفة بالمكياج وعروض الأزياء وكل حاجة ليها علاقة بالمرأة، عشان كده أخدت كورسات وبدأت تطور نفسها لحد ما وصلت إن دخلها بقى بالدولار وركبت عربية أحدث موديل وليها شروط خاصة عشان تروح لأي عروسة، وبقت خبيرة التجميل الأساسية لأي فنانة مشهورة، وكانت هي كلمة السر في جمال وشباب أصالة اللي اتكلم عنه كل رواد مواقع التواصل، وشكلها كأنها بنت في العشرين. ورغم نجاح دينا الكبير في عالم التجميل، لكن دايما بتتعرض لانتقادات وهجوم من وقت للتاني بسبب أسلوبها، وآخرهم آية مدحت العدل اللي نشرت بوست على حسابها بتحذر فيه من الشغل مع دينا وبتنصح البنات بأنهم ما يتعاملوش معها نهائيا. وقالت آية، أنا كنت عايزة أحكي لكم عن تجربة سيئة جدا مريت بيها يوم فرحي مع دينا راغب، يمكن أقدر أساعد العرايس اللي هنا على الجروب وإن شاء الله ما حدش يمر باللي أنا مريت بيه. وقالت آية إن دينا اتأخرت عليها جدا، ده غير إنها طلعت مغرورة وبسببها كان فرح آية بنت مدحت العدل هيبوظ لولا ستر ربنا. وهنلاحظ إن دينا بيتابعها ملايين على حسابها بإنستجرام، وبتكون موجودة في كل أماكن التصوير اللي بيكون فيها معظم النجوم، ودينا من المشاهير اللي أثارت الجدل بسبب لبسها الجريء، ودايما بتظهر بلبس مفتوح وبتستعرض ثروتها بشكل كبير. ورغم انتشار أخبار عن علاقتها بأحمد سعد واستعدادها لدخول عش الزوجية، لكن لحد دلوقتي ما أكدتش الأخبار دي ولا طلعت حتى ردت عليها، والجمهور على السوشيال ميديا اتهم دينا إنها السبب في طلاق علياء بسيوني، خصوصا إنها ارتبطت بأحمد بعد انفصاله بوقت قليل جدا، وطلعت علياء طليقته وأكدت أكتر من مرة إن أحمد عايش قصة حب وهيتجوز قريب من خبيرة تجميل معروفة، لكن رفضت تقول اسمها، وواضح جدا إنها قصدها على دينا راغب.